لا تزال أعمال البحث والتحري جارية في مسرح التفجير الذي وقع في حارة حريك، وجديد التحقيقات العثور على إخراج قيد إفرادي يعود لشاب من مواليد عام 1994 يدعى قطيبة محمد دباح الصاتم، رقم سجله 436، من وادي خالد في عكار، وهو طالب في الجامعة اللبنانية في طرابلس. المباحث الجنائية العلمية أخذت عينات من الأشلاء والضحايا التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، وذلك بالتزامن مع استدعاء والدة الصاطم فوزية السيد إلى مركز مخابرات الجيش في وادي خالد لأخذ عينات منها لإجراء فحص الحمض النووي للتأكد من هوية الانتحاري وما إذا كان هو الذي فجر نفسه. وتضيف المعلومات أن والد الصاطم محمد دباح الصاطم قد استدعي أيضا إلى التحقيق، وهو لا يزال لدى استخبارات الجيش إلى حين صدور نتائج فحوص الدي أن أي. وبحسب المعلومات فإن قطيبة كان غادر منزل والده في بلدة حنيدر في وادي خالد في 30 كانون الأول 2013، ووالده أبلغ المخفر في حينه عن اختفائه. وتضيف المعلومات أيضا بأن قطيبة كان اختفى من منزله قبل 3 أشهر، وقد عبر إلى منطقة عدرا في ريف دمشق في سوريا من عرسال، والتحق بالثوار السوريين، لكن والده ضغط على أحد أقاربه الموجودين في سوريا لاسترجاع ابنه الذي عاد إلى لبنان قبل اختفائه في 30 من شهر كانون الأول. تجمع عشائر وادي خالد اتهم حزب الله في بيان بخطف ابنهم منذ 5 أيام على حاجز في البقاع أثناء توجهه إلى عرسال، وبأن حزب الله هو من يقف وراء التفجير. نحن نطالب القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية بالتحقيق العادل والشفاف ليصار إلى تبيان الحقيقة الكاملة. ملاحظة أن الفتى قطيبة الصاطم لا يجيد قيادة السيارات، وهل يعقل أن يحمل إرهابي هويته في جيبه؟ كيف لفتى كقطيبة أن تتحرك بحرية بالسيارة المفخخة داخل مربع أمني لحزب الله مجهولة منه تماما؟ كما استغربت العائلة العثور على إخراج قيد قطيبة الذي قيل إنه كان بحوزته شبه سليم ولم يتضرر على قدر هول الانفجار الذي قطع جثة الانتحاري أشلاء. وكان النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عاينا مكان الانفجار واطلعا على الأضرار الناتجة عنه وعلى التحقيقات الجارية والأدلة التي جمعت، ويتركز التحقيق على التأكد من هوية صاحب الأشلاء التي وجدت في مكان الانفجار للتأكيد أنه تم بواسطة انتحاري، وأمر صقر بتسليم الجثث الأربعة إلى ذويها.